مرة أطلعوني على مشهد بفيلم، كنت باللادية، يعني إنسان بأعلى درجة من الغنى، رشيق أنيق، وجهه حسن، بيت 450 متر، تريات رشانج، سجاد إيراني، يعني بزخ بالبيت شيء فوق حد الخيال، وأناقة تامة، هو غير ملتزم، متفلت، يستقبل صديقات زوجته بثياب فاضحة جداً. هذه الصورة، أعطوك للكفر والعصيان والبعد عن الله أحلى صورة. هي مهمة الإعلام الآن بالعالم. وفرجوك شيخ القرية، أفق ضيق جداً، عصبي جداً، بالبيت كثير قاسي على أولاده، وعنده ازدواج شخصية، له موقف أمام الناس، موقف بالبيت. ما هاجموا الدين أبداً، بس أعطوك أسوأ صورة عن الدين، وأعطوك أحلى صورة عن الكفر. هذا الإعلام. الإعلام لما يأس من إلغاء هذا الدين عمد إلى الصورة لا إلى الفكرة. أفلام كلها هيك، هي الحقيقة المرة. المسلسل أسلوب غربي ذكي جداً وخطير جداً، أن تخرج من دينك. القصة، أنا مع اختصاص بالأدب العربي، القصة حقيقة مع البرهان عليها، فيها شخصيات، فيها بيئة مكانية، بيئة زمانية، فيها حوار، فيها عقدة، فيها حل، فيها أهداف، فيها مغزى. اعتمد على الصورة لإخراجك من الدين. في مؤامرة كونية على هذا الدين، كونية.